أنا أتحدى أن تسلم ولا يكون الفرج قد جاء. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ الشعراوي يقول: أتحداك أن تقول هذا الدعاء وتسلم ولا يكون الفرج قد جاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قال تعالى في سورة آل عمران الآية 39: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. صدق الله العظيم. ويقول الشيخ الشعراوي: لقد نادت الملائكة سيدنا زكريا في لقاء ورع مع ربه، وحين دعا أخذ ما علمه الله للأنبياء، إذا أرادوا أمرا قاموا إلى الصلاة ووقفوا بين يدي الله ودعوا بما أرادوا. أو هو حينما دعا أخذ برضو ما علمه الأنبياء، إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة. لذلك على كل واحد مسلم منا عندما يصعب عليه شيء وتتأزم الأمور وتمتنع الأسباب، فليقم وليتوضأ وضوءا جديدا ويبدأ بالنية ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول هذا الدعاء: أمر يا رب عز علي في أسبابك. انتبه، يصلي: يا رب أمر عز علي في أسبابك، وليصلي بخشوع. وقال الشعراوي: وأنا أجزم بأن الإنسان ما أن ينتهي من صلاته إلا ويكون الفرج قد جاء. أنا أتحدى أن تسلم ولا يكون الفرج قد جاء. ثم أضاف الشيخ الشعراوي قائلا: أن من له أب لا يحمل هما، والذي له رب أليس أولى بالإطمئنان؟ اللي له أب ما بيحملش هام، اللي له رب يبقى يختش على عرضه. ليه؟ خلاص روح له، روح لربك. إن سيدنا زكريا قد دعا الله في الأمر الذي أراده أن يتحقق، وبمجرد أن دعا في الأمر قام إلى الصلاة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. إن الملائكة لم تنتظر إلى أن ينتهي من صلاته، فنادته الملائكة وهو يصلي، ما استناش لما يخلص. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. وما دام الله قد بشره فإن الأمر سوف يتحقق. فإذا كان الله هو الذي يبشر يبقى جاي ولا لا؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.